السلام عليكم يا شباب، هناخد الجزء اللي هو بتاع شابتر 4. لو انا عندي ستريس في 3D وبنقله خلاص كده، لو انا عندي سيجما اكس وسيجما واي وسيجما زد وتاو اكس واي تاو اكس زد تاو واي زد، معايا كل الاحتمالات بتاعت الاستريس موجودة، تمام كده؟ وعايز ألفف الاستريس دي بزاوية حوالين أي محور أو بأي زاوية. طبعا للتسهيل في الامتحان احنا بنجيب لك زاوية تبقى حوالين محور من المحاور. طيب أول حاجة هعمل إيه؟ بعمل جدول صغير كده، بحط هنا x y وz x داش y داش z داش. ايه الكلام ده؟ لو انا عندي المحاور الأساسية x y وz، دي المحاور الأساسية، عندي شد في اتجاه x او ضغط، ونفس الكلام في اتجاه y وفي اتجاه z، وفي عندي في المستوى x z ومستوى y x ومستوى y z، اي ستريسز موجوده، وبقول لك انا عايز الفف الستريسز دي كلها بزاويه حوالين زد. يعني سيادتك تخيل ان المحور الدوران بتاعي هو زد، ولففت الكلام ده كله، يعني هتلاقي في هنا مثلا اكس داش، هتلاقي في هنا واي داش، وزد داش منطبق مع زد، ده اسمه زد داش. خلاص كده. طيب دورت بزاويه اسمها سيتا، يبقى الزاويه ما بين اكس واكس داش اسمها سيتا، ما بين واي واي داش اسمها سيتا، ما بين اكس وزد 90، ما بين اكس وزد داش 90، ما بين اكس داش وزد داش 90، ما بين واي وزد 90، يعني اي حاجه ما بين المحاور اكس وواي او اكس داش واي داش وزد داش بتساوي 90 درجه. طب الجدول ده هعمل فيه ايه؟ قال لك دي كوزينات الزوايا ما بين الاتجاهات دي. يعني ايه؟ يعني بحط هنا حاجة اسمها L1 L2 L3. ايه L1 ده؟ ده كوزين الزاوية ما بين X وX داش. يعني نفترض الزاوية دي 45 درجة. اجي اقول الزاوية ما بين X وX داش 45، كوزين ال 45 واحد على جذر 2. طيب بقت الزاوية ما بين Y Y داش نفس الكلام 45، يبقى كوزين الزاوية ما بين واي واي داش ما بين واي واي داش يبقى كام؟ واحد على جذر 2. طب تعال نكمل كده، ما بين اكس وواي داش، ما بين اكس وواي داش الزاويه دي كلها كام؟ 135، يبقى كوزاين ال 135 تبقى سالب واحد على جذر 2، سالب واحد على جذر 2. طيب كوزاين الزاويه ما بين اكس وزد داش، اشوف اكس ما بين اكس وزد داش الزاويه 90 درجه في الفراغ، الزاويه 90 درجه، وبالتالي كوزين 90 بصفر. ما بين واي واكس داش، ما بين واي عند واي واكس داش الزاويه كام؟ 45 درجه، يبقى الكوزين بتاعتها 1 على جذر 2. ما بين لسه مين؟ الواي والزد داش، لسه الواي والزد داش الزاويه 90 درجه في الفراغ، يبقى الكوزين بتاعتها بصفر. طب ما بين زد واكس داش 90 درجه، ما بين زد واكس داش برضه زاويه 90 درجه في الفراغ، يبقى كوزينها بصفر. ما بين زد وواي داش 90 درجه، يبقى الكوزين بصفر. ما بين زد وزد داش صفر، ما بين زد وزد داش الزاويه صفر، الاثنين بيوازوا بعض فالزاويه ما بينهم صفر، فكوزين الزاويه بتبقى 1. تمام كده؟ عملت الجدول ده اقدر اطلع اي ستريس بقى. يعني ايه؟ هيجي في الامتحان يقول لك احسب لي الاستريس في اتجاه السيجما اكس داش او في اتجاه الاكس داش، يعني احسب النورمال ستريس اللي هو السيجما اكس داش ده هيساوي كام، او عايز الاستريس في اتجاه الواي داش، او عايز الاستريس في اتجاه الزد داش. القانون العام يقول لك انت عايز سيجما اكس داش ده هيساوي
سيجما اكس ال1 تربيع زائد سيجما واي ام1 تربيع زائد سيجما زد ان1 تربيع. سيجما اكس بتبقى جيفن بالنسبه لك في المساله هي وسيجما واي وسيجما زد. طب ال1 لسه من اي وقت ال1 كوزاين الزاويه ما بين اكس واكس داش اللي هي 1 على جذر 2. يعني انا لما اجي اعوض احط هنا 1 على جذر 2 ويتربع. نفس الكلام الام، الام 1 كوزاين الزاويه ما بين الواي والاكس داش دي اسمها ام 1. خلاص كده يبقى دي ام 1 دي ام 2 دي ام 3 دي ان 1 ان 2 ان 3 وكان هنا ال 1 ال 2 ال 3 زائد 2 تاو اكس واي. اخد بقى الاثنين عامل مشترك زائد 2 وافتح قوس كده. خلي بالك الاشاره دي ممكن تبقى موجب او سالب، موجب او سالب حسب اتجاه التاو اللي انا بستنتج منه. انا لما جيت استنتج افترضت اتجاه التوات كلها عكس اتجاه المحاور. لما تيجي تستنتج القانون ده بعد كده ان شاء الله هتعرف حسب اتجاه التاو اللي انت بتحطها الاشاره تطلع. ففي الكتاب محطوطه عكس، انا اتاكدت منها لقيتها محطوطه عكس، فالاستنتاج هيطلع موجب ما فيش فيه مشكله. طب زائد 2 ناخد تاو اكس واي عامل مشترك هتلاقيها مضروبه في ال1 ام1 زائد تاو اكس زد مضروبه في ال1 ان1 زائد تاو واي زد مضروبه في ام1 ان1. خلاص كده؟ اجي اعوض برضه هنا ال1 1 على جذر 2 ام1 1 على جذر 2 وهكذا. طب والتاو اكس واي والتاو اكس زد والتاو واي زد؟ اه ده جيفن معايا في المساله ما تقلقش منه. يبقى انا جبت الاستريس في اتجاه الاكس داش. طب انا عايز اجيب الاستريس في اتجاه الواي داش. مفيش مشكله خالص. نفس الكلام دوت بالظبط. يعني هتقول سيجما واي داش كانك شغال من هنا كده اهوت بيساوي سيجما اكس ال2 تربيع بيساوي سيجما اكس ال2 تربيع زائد سيجما واي ام2 تربيع زائد سيجما زد ان 2 تربيع وهكذا. يعني نفس القانون اللي فوق بس احط مكان ال1 ال2 والام1 ام2 والان1 ان2 ودي تبقى واي داش واحط مكان هنا ال1 ام2 وهكذا. طب السيجما زد داش اه يبقى الالات دي تبقى ال3 وام3 وان3 واكمل القانون. خلاص كده؟ طيب ده اول حاجه لازم تعرفها في ال3 دي. يبقى ال3 دي هيجيب لك ستريسز وانت تنقلها بزاويه، وانت تنقلها بزاويه. بخلي بالك كمان ده ممكن اطلب منك التاو اكس داش واي داش. التاو اكس داش واي داش في المستوى ده، التاو بتاع المستوى ده، ده هيساوي ايه؟ قال لك بيساوي سيجما اكس ال1 ال2 سيجما اكس ال1 ال2 زائد سيجما واي ام1 ام2 ام1 ام2 زائد سيجما زد ان 1 ان 2 زائد واكمل بقى. هتلاقي عندك مثلا تاو اكس واي مضروبه تاو اكس واي زائد تاو اكس واي مضروبه في ده في ده زائد ده في ده. بعد كده يعني هتلاقي ال 1 ام 2 زائد ال 2 ام 1 زائد تاو اكس زد وهكذا. طبعا القوانين دي مش مطلوبه منك حفظها لان هي موجوده في الكتاب، فلو في اشاره ولا حاجه انا مش مظبوطه هنا لا هي موجوده معاك في الكتاب ما تقلقش. خلاص كده؟ دي الاستريس العاديه اللي انا قلت لك احسب لي الشير ستريس في اتجاه معين او النورمال ستريس في اتجاه معين. ندخل بقى على المهم جدا اللي بيخوف الناس